في إطار الرؤية المستقبلية التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في مواصلة ازدهار ونمو رياضة القدرة البحرينية، كشف الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شعار الاتحاد الجديد الذي يحاكي المستقبل المشرق لهذه الرياضة العريقة. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد على دعم سموه المتواصل والذي يشكل الدور الأبرز في مواصلة تطور رياضة القدرة المحلية وانعكس على تحقيق العديد من الإنجازات في المشاركات الخارجية بفضل دعم سموه. وأشار سمو الشيخ عيسى بن عبد الله أن الاتحاد حريص على تنفيذ توجيهات سموه الهادفة إلى انتقال رياضة القدرة إلى المزيد من التطور في إطار الخطة الشاملة التي يسير عليها الاتحاد، والتي ستكون مرحلة انتقالية مهمة في هذه الرياضة وأكثر إشراقا وتطورا. وأوضح سموه أن الشعار الجديد سيكون انطلاقة للمرحلة المقبلة التي تعتبر أكثر أهمية، مبينا سموه أن الشعار يأتي امتدادا للسير على تحقيق النقلة النوعية في رياضة القدرة وكافة الرياضات الفروسية التي ينظمها الاتحاد. في المستقبل في خطة مرسومة طبعا توجيهات سمو الشيخ ناصر، أعتقد بنوصل إن شاء الله إلى مرحلة فيها نقلة نوعية سباقات القدرة. عندنا خطة شاملة تحيي هالقدرة مرة ثانية، بالعكس أنا متفائل جدا بهالخطة. وإحنا في مرحلة التنفيذ.